يعني انت مو اب؟ طبعا مو حاسس بغلطك بنوب. طلبت بنتك شي لتعمل حريق وتقتل حالها وانت جبت لها طلبها فورا. انت اشتريت لها كل شي ببطاقتك الخاصة، وعندي وصل الاستلام واسمك موجود على الوصل. بنتكن نيشا مانا معقولة، نحن حاطين هدول المصاري للولاد. نيشا راحت سحبتهم كلهم وحطتهم بغرفة عمي على أساس إنه هذا هو المهر. شو هالعيلة المرتبة هي؟ قديش عم تدفع لكم نيشا كل شهر تقريبا؟ 100 200؟ هذا الشيك لإلكم. طبعا المبلغ كتير خيالي. بدكن تاخدوا المبلغ؟ هلأ بتروحوا على المخفر وفورا بتسحبوا الدعوة. غير هيك رح تفوتوا على السجن. نحن شو رح نساوي؟ منرفض كل هالمبلغ؟ لحظة بس، يعني لأنه أديتي عطاكن شيك بمية وعشر ملايين صرتوا بصفه ونسيتوا كل شيء؟ آه؟ بنتي لو ما غيرنا أقوالنا كنا انحبسنا. اسمعي نصيحة أمك وانسي هذا الموضوع، لأنه بيت حماكي عندهم كتير أدلة ضدنا. شو ما كانت هالأدلة ما رح يثبتوا ولا شيء. بنتي بيعرفوا قصة وديعة بناتك وإنه أبوكي جاب لك الغراض، شو بدك أكتر؟ وفي غير شغلات، كنا هلأ كلنا رح ننحبس. نحن أهلك، اسمعي منا. عم نقول لك القصة كانت رح تكبر كتير، ما بدي نقضي بقية حياتنا بالسجن يا بنتي. يمكن مو مقتنعة، بس على الأقل فكري بمصير أهلك. أنتي ليش لا تخاطري كل هالقد؟ ليش عم تبعدي هالعيلة عنك؟ طالما عم يدفعوا لنا كل هالمبالغ، نحن شو بدنا منهم؟ أمشوا. خلص مشي الحال، نحن رح نسحب الدعوة. وهي وراء الكفالة، بدنا طالعهم من السجن هلأ. مدام نيشا، موافقة تسحبي هالدعوة؟ هلأ مشي الحال، طالما إنه المدعيين سحبوا الدعوة. يا ابني طالعون. بنتي، انتي قدرتي تحصلي مبلغ كبير من هاي العيلة ورح يفيدنا كتير ونحلت المشكلة. اطلعي بنتي، اطلعي كم صفر. 1 2 3 4 5 6. انا ما عم صدق هالشي. هادي ضحك عليكم بالتاريخ، حاطه بعد 1000 سنة، شوف بعينك. انتو ما قريتوا الشيك ولا مرة؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.